طبعا عشان يستريح مني ومن الوش والزن بتاعي، وهو شغال بقى هاتي هتاف لما يقول يا بس. بقولك ايه يا ابله، انت واضح انك عايزه تضايقي نفسك وخلاص. هو انت كنت شفت ابويا وهو قافل موبايله؟ على فكره الموبايلات والنت في مصر كلها النهارده شكلها عطلانه. انا بنفسي مكلمه شافعي الصبح وقايل ان العيال قاعدين ومتضايقين وبياكلوا في نفسهم علشان الدي اس ال قاطع. الايه يا اختي؟ يعني النت يا خالتي. يعني النت يا خالتي. ده يا اختي الامل دي كلها وده ركبتوه امتى كفر للشر؟ من امتى يا اختي ابوكي بيصرف؟ بس يا بنت خراسي سيبيها، دي حبيبة قلبي، دي بقت كتة قلبي من جوه، وقلبي اتفتح لها من ساعة ما صحيت من النوم وفتحت عينيا لقيتها هي اللي قاعدة جنبي وشايلاني، اسم الله عليها زي القمر. زغرتي يا بنت زغرتي ولا يهمك، بس بصوت واطي عشان الجيران اوطى. بس استني انا اللي هرد. تعالي يا حبيبتي. الو. ايوه يا سي حسين. ايه ايه حقيقه ازاي عايزه ايه؟ مش فاهمه انا، يعني ما اعرفش اقعد شويه مع امي؟ عايزه اطمن على الوليه عيب كده؟ خلاص جاي اهو. لا في ايه؟ مش فاتحين التلفزيون. ايه؟ لا يا اخويا الجزيره قطع عندنا زي الموبايل والنت. ايه؟ وفي ناس كتير اتقتلت؟ الحقيقه امي بيقولوا لك محافظة اسكندرية اتحرقت والحزب الوطني اللي في مصر وناس كتير قوي اتقتلت. يا رب يا رب. قومي افتحي التلفزيون بسرعة نشوف ايه. يا رب. طيب يا حسين انا جاية اهو. استنى عليك وعلى اخبارك. اقفل الله يقطعك. يا خوفي الا اليوم اللي الاقي فيه محمود يضيع مني ابوه واخوه. استرها يا رب. سياسية وراء هذه التظاهرات غير يهرب مين؟ مش ممكن طبعا، الواد ده اكيد بيخرف. ده اللي قاله لي الواد الجنائي وانا بستلم حصه التموين بتاعتنا من المخزن. بيقول ان محسن عرفه ناوي ياخد مبلغ وقدره على كل راس يهربها بكره. ليه يعني؟ هي سايبه ولا ايه؟ دي كانت تطير فيها رقبته هو اللي اتشدد له. مش معنى ان الناس حرقت الحزب الوطني او حتى حصلت وزاره الداخليه ان الحكايه تبقى سبهلله كده. اهو الجيش نزل وكل الهوجه دي هتتلم بكره. انا حاسس ان الواد ده بينخع، اكيد ضارب له ترامادول وبيخرف. يعني هو لما محسن عرفه متفق مع المساجين انه يهربهم مش كان قال لنا؟ هو بيتعامل معانا دايما. وبعدين النهارده انا كنت معاه وخدت منه الموبايل، ما جابليش سيره الموضوع ده خالص. محسن عرفه مش عبيط، هو عارف ان احنا بالذات مستحيل في المنطقه دي. بس اللي فهمته من الواد الجنائي ان محسن قايل لهم ان في ناس بدو هتيجي بكره تهاجم ابراج الحراسه بالرشاط، وبعدين هيجوا بالوادر ويهدوا سور السجن، وانهم لازم ساعتها يستغلوا الفرصه دي ويخلعوا، بس اللي مش هيدفع القتاوه هيضربه بالنار. ايه الكلام ده؟ هو يعني هياخد ايه قتاوه؟ سجاير؟ هي الناس معاها فلوس عشان تدفع؟ بيقول ان هو بيقلبهم في اي حاجه، سجاير، فلوس، اجهزه. ده انا سمعت كمان انه بياخد عليهم وصلات امانه. ده ايه العبط ده؟ مش بقول لكم كلام مدمنين؟ يعني هم لو ما دفعوش هيروح النيابه يبلغ فيهم ويقول هربتهم وما دفعوليش؟ في دي عندك حق. تفتكر يعني الكلام ده ليه اساس من الصحه؟ مش عارف، عشان كده لازم نفكر كويس. طيب افرض يعني كان ليه اساس، عايزين نفكر هنعمل ايه ويبقى ايه موقفنا ساعتها. انا حاسس ان المعلومات دي متسربه لنا بالقصد عشان نقع في الفخ. ازاي؟ دي فرصه ذهبيه لنظام الطاغوت انه يخلص علينا. هم عارفين كويس ان المعارضه الحقيقيه اللي بترهبهم مش الشباب المراهق ولا احزاب امن الدوله، انما الناس اللي زينا اللي صبروا وصمدوا وكافحوا. عشان كده بيرمي طعم لعلنا نلتقطه ويتحمس احدنا او يتهور ونعمل تمرد جماعي ونحاول نهرب، وميصفونا كلنا ويطلعوا للراي العام يقولوا له
ان احنا استغلينا ظروف البلد اللي بتمر بيها وحاولنا نهرب. يا ولادي الأبلسة دي تبقى خطة جهنمية. عشان كده لازم ما نسمعش لأي إشاعات ونظل هنا نصبر ونصابر ونرابط مهما حصل. المعركة اللي جاية لازم نبقى أنداد فيها لهذا النظام، ولازم ننتصر فيها بإذن الله. لن نترك أنفسنا لهم لقمة سائغة أبدا مهما حدث. لا اوعي ما انتش يا ام محمود، ما انتش هتخرج. اعتصام ايه اللي انت عايز تروح؟ الاعتصامات دي مش كانت بتبقى في المصنع؟ ايه اللي هيوديك في الميدان في عز السقع؟ يا ام محمود ما تعطلنيش، ممكن تموت وتنشف من البرد يا راجل. ومين اللي هيوديك المستشفى لو جرى لك اي حاجه؟ ده حتى بيقولوا مفيش مستشفيات. حرام عليك، قول بقى انك عايز تموت وتستريح مني. يا ست سيبينا اتوكل على الله. امشي 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 يا عبد الناصر، امشي وسيبني لوحدي بعد عيالي ما راحوا مني. انت كمان عايز تروح مني يا عبد الناصر؟ سيبني لمين يا عبد الناصر كده؟ لا اله الا الله، ليه كده يا فاطمه؟ انت بتحسسيني كاني رايح الجبهه وانا رايح لوحدي. دول الافات ويمكن اكتر رايحين يعتصموا، وانا يا ست مش هنام في الطل، هنام في خيمه مع زمايلي في المصنع، وفي اكل وبطاطين وكل حاجه. لمينا من بعض وعملنا حسابنا. طب ولو ضربوا عليكوا نار؟ ما يقدروش، هم دول بيخافوا ربنا. ده انا سمعت ان ناس ياما ماتت امبارح، سمعتها في الجزيره. الوضع اختلف دلوقتي، الشعب كله نزل، ما يقدروش يقتلوا الشعب كله. متهيألك انت ما شفتش عملوا ايه في عيالنا. ما هو انا رايح عشان عيالنا يا فاطمه، افهميني، انا لازم اروح. انا عشت عمره كله احلم باليوم ده، وشفت الجيل اللي قبلينا بيحلم بيه ومات من غير ما يشوفه. ما اقدرش لما اشوف الشعب كله نازل يطالب باللي عشت عمري اطالب بيه، ويهتف عيش حريه عداله اجتماعيه، ابقى واقف اتفرج؟ ما ينفعش، انا لازم اروح. هو ده اللي هيحييني، لو قعدت جنبك هنا هبقى كاني عايش وخلاص. طب وانا اعمل ايه بقى من غيرك؟ ده بيقولوا حرقوا الاسام والظباط هربوا. ما تخافيش، حسين ورجاله الشارع قايمين بالواجب، واللي مش هيقدر يروح يعتصم هيشارك في لجان شعبيه. الشعب هيحمي بيوته وشوارعه، والناس مش هتخاف. هم عايزين يخوفوا الناس من الفوضى عشان ينخوا. الناس مش هتخاف. فاطمه ادعي لمصر يا فاطمه، دي اخر فرصه. ادعي لمصر ان ربنا ياخد بيدها، دي اخر فرصه للبلد دي انها تعيش وتبقى بلد بجد بشتكيه. يا رب الطف بعبادك يا رب، يحميك يا مصر ويحفظك ويحمي ولادي وكل الشباب اللي زيهم يا رب يا رب. يا رب يا رب استرها، يحميك يا مصر ويحفظك. بسم الله الهادي، بسم الله الهادي، بسم الله الهادي. اوعى تخرج يا محمود، دول هيموتونا. احنا كده كده ميتين، اوعى. ما تسيبنيش يا محمود، يبقى مالكوش دعوه بينا بعد كده، ومش مسؤولين عنكم انتوا واللي زيكم، احنا براه منكم. ايه ايه في ايه؟ هد الصوت، البدو بيضربوا نارها على ابراج الحراسه، المساجين بتقطع. ايه ودك هنا؟ شيل على قلكم، دي مؤامره يا اخوه. لا يمكن نظام بالجبروت ده يصعد بالسهوله ديت، دي مؤامره.
اننا لسنا جبناء ولكننا نختار معاركنا. هنعمل ايه ضربه؟ مش عارف، بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب؟ ايوه، لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم جوه العنبر. انت لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. فدي عندك حق، احنا اتدربنا مع الناس دي والعالم، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر. بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروحوا فين؟ نروح اي حته مش مهم. ما بدهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزينا. خليها على الله. يلا عبد الرحيم. ايه كده؟ ده ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والع جوه؟ يا ولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي، لاحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه التانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده، نوصل لاقرب حته يا اخي، ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. نعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم، يلا توكل على الله. غاليه يا شوق الشوق يا قدح، وحشاني. ايه عامله ايه؟ طمنين عليكي يا ستي. يا ستي كلنا بخير. امال ايه؟ قوليلي، ما تيجي قبل ما نتكلم في اي حاجه تديني بوسه. وحشاني يا قدح يا ستي. ما تقلقيش على العيال، ما قلت لك العيال بخير. شقة عمتهم جنب معسكر الجيش على طول، ودي فاهمة حتة بورسعيد. المهم سيبك من ده كله، وحشاني وحشاني أوي أقدح. الوحدة صعبة يا بت. يا ملك الشقاوة يا أقدح. يا ستي الحراسة، العيال اللي شغالين عندي بحرس الشقتين والمكتب وأنا معاهم، ما تقلقيش خالص. المهم اخبار ماما ايه؟ بوسيلي ايدها وراسها، وحشاني. واخبار بابا ايه؟ في اسكندريه؟ الراجل ده ماله؟ ما خلاص مشى الحكومه الراجل الكبير، عايزين ايه تاني؟ خلاص خليه براحته. المهم قوليلي، مش محتاجه حاجه من بورسعيد؟ فلوس، اكله سمك، بقى حنان يا ينبع الحنان. سلام سلام يا شو الشو، حلاوتك يا ملزلز. تصدقي وتأمني يا بنت المفكوكة، لو عملت ده من شوية كانت ليلتك بقت غبرة. يخرب بيتك، ده انا صدقتك، ده انا كنت عالي، ده انت واطي واطي. وانت عالي عالي. يلا يا بنت، يلا بينا كده بني فريش. يلا. مش خايف حد المساجين اللي هربوا يطلع علينا؟ مساجين يا بنت، والمقاطع اللي تحت اللي واخدين على قلبهم قد كده زينة يعني؟ وبعدين تهمك،
ده انت لو مساجين سجون مصر كلهم هربوا وجم هنا مش هتقولي لا. يا ملزلز يلا يا بيت، ده انت هتشوفي احلى اسلوب من شفوع المتين. تفتكر حد من ولاد الكلب دول ممكن يجي على هنا زي ما راحوا على المحافظة والإقسام؟ هفتكرش يا فندم، كل العيال قارة الشغب دول شرفوا هنا قبل كده وعارفين إن المكان متأمن كويس قوي، وعارفين إن هيبقى آخر يوم في عمرهم لو قربوا حتى في الشارع اللي فيه المبنى. يا فندم دول عارفين كويس قوي إن ده مش مجرد اسم بوليس، في ظابط وعسكري أول ما يشوفهم هيترعبوا ويجروا. ده إحنا نصفيهم يا باشا، بس الهجرة دي تهدى بس كده واحنا هنحاسبهم حساب عسير. مش عارف، تفتكر هتتلم بسرعه؟ افتكر يا فندم، انا شايف ان القرارات الاخيره بتاعه تعيين سياده النائب وقالت الحكومه وتعيين الفريق شفيق عامله شغل كويس في الشارع. بعد ايه؟ بعد ايه بس؟ ما لو كانت طلعت القرارات دي من 25 يناير زي ما قلنا كانت هتفرق كتير يا هيثم. هو فعلا سياده الوزير اخطا في تقدير الموقف، ودينا اهو ندفع الثمن. سياده الوزير اللي اخطا بس؟ ما سعادتك قلت لي يا بيه ان الاخوان والسلفيين مش هينزلوا وهم نزلوا. لا يا فندم، مش السلفيين كلهم، دول مجموعه منهم بس، لكن الاخوان هم حسبوها غلط، قال لك هوجه وفوضى وناس بتخرج وبتاع، قال لك نخش في وسطهم نخرب الدنيا نكسر الاقسام نهرب المساجين ويسيطروا على البلد. دي حسبه غلط بس، لكن تهدى الامور بس يا فندم وكل واحد هيتحاسب. مش عارف، بس انت متفائل زياده عن اللزوم. طبعا يا فندم متفائل، الحكايه كلها بس في عنصر المفاجاه. مين كان يتوقع ان العرض ده كله يطلع؟ احنا يا فندم دلوقتي بندفع ثمن التعامل المفرط في القوه يوم 25، بس انا متفائل بالقرارات الاخيره وتاثيرها في الشارع وكمان خطاب الرئيس وكلامه عن الفوضى. مع اللي حصل في الاقسام والسجون كل ده هيخلي الناس العاديه اللي في الشارع دي هي اللي تتصدى للمؤامره دي. وبعدين الاعلام عامل شغل كويس قوي يا باشا، بيتكلموا عن المؤامره الخارجيه وهروب المساجين بتوع حماس وحزب الله. كل ده يا باشا هيخلي الشعب يتلم حوالين النظام ويبقوا ايد واحده. متقلقش يا باشا، مش مصر اللي تقع، احنا هنطلع من الازمه دي اقوى من الاول بكتير. متقلقش، انا عايز استاذن حضرتك بس اروح اطمن على الولاد وارجع على طول. اتفضل يا هيثم. اتفضل. ومن سمعك وانا اللي كنت فاكر نفسي راجل صعيد صح وهرمح كيف الحصان، طلعت اي كلام، طلعت انت اجدع مني. اجدع منك فين بقى؟ انا الود ود اترمي على الرمله دي انا من وش الفجر. ملعون ابو السجاير يا اخي اللي باظت صدر الواحد. اي والله ملعون ابو اليوم الواحد شرب فيه السجاير البنت الكلب دي. ملعون ابوه الف مره. انت عارف يمين يلايمني على سجاره دلوقتي وانا اشربها لاخر نفس واحتمال اكل العقبه كمان. هذه اللي خدناها من بتوع الجامعات اللي خلونا ندسوها في الحمامات ونشربوها في السر. على رايك، بقول لك ايه، احنا جسمي بيتنفض من البرد. احسن حاجه للبرد ده اننا نتحركوا، طول ما احنا قاعدين هنحس بالبرد اكتر، وده برد صحرا ذكر ما بيصدق. ماشي، ايه الصحرا اللي ملهاش اول من اخر دي؟ ايه ده؟ شايف النور اللي هناك ده؟ يا فرج الله. اه صحيح، ده في لمبه من ورا هناك. ايوه يطلع ايه ده؟ يطلع لا يطلع عبد الرحيم، واي مكان بس نشرب فيه ميه ونتدفى فيه بدل الطال اللي احنا فيه ده. عندك حق، ما تسالش عن سوق انت داخل عليه، تعال نروح هناك واحنا ونصيبنا. عبد الرحيم، ايش قلت لك يا صاحبي؟ حظي ذكر، قضيت عمري هربان من الرصاصة، ما كنتش عارف اني اخدها هيني. ما تقلقش، ان شاء الله بسيطة، انا لازم اوقف النزيف ده بأي طريقة. ما تضيعش الوقت واسمعني كويس، اسمع اللي اقول لك عليه يا محمد.
يا محمود اسمعني انت عبد الرحيم وبلاش تكلم كتير. انا ما اسميش عبد الرحيم، انا اسمي موندي، موندي بخيت عبد الرازق ابو العيله، من جنه، من بلد صغيره اسمها التمسحيه، تمسحيه جنب رزيجات. مش هتوه، مش هتوه يعني لو سالت عليها. امانه، امانه، امانه عليك يا شيخ، امانه عليك يا شيخ. تروح لاهلي وتقول لهم مودي اتقتل، خلاص تخليهم يبعدوا عن ولدي، ما ياخدوش بالطرب منه، ما عدلوش الطرب. عايز اواصل. انا مش هسيبك، انت سامع؟ انا مش هسيبك. احنا هننزل هنسلم نفسنا عند الناس اللي تحت وهم هيعالجوك. انا لو نزلت هنزل لوحدي. بقول لك انا مش هسيبك يا موندي. اسمع اللي بقول لك عليه يا محمود، ما تضيعش الفرصه يا صاحبي، ما تموتش الحقيقه، ما تدفنش الحقيقه في الصحراء. انت لازم، لازم تنزل وتثبت براءتنا يا محمود، مفيش حد غيرك هيقدر يعمل كده. روح يا محمود، الله الله يرضى عليك. روح يا ولد خالي، يا ولد خالي. سلام يا ولدي. سلام، سلام يا ولد خالي. لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. روح يا محمود، ما عايزينش نبقى، نبقى اتنين. روح. افتكروا بوليس؟ ده مفيش عسكري فيك يا مصر من امبارح. ربنا يستر. مساء الفل يا رجاله. مساء الفل يا دكتور. في حاجة؟ بقول لك يا دكتور، من غير زعل كده، الناس اللي أنت مخبيها عندك جوه دي لازم تسلم للجيش دلوقتي فورا. ليه يعني؟ بيقولوا في التلفزيون إن في عناصر أجنبية مرسوسة في البلد، فيهم اللي جاي من إيران وفيهم اللي جاي من إسرائيل، عايزين يولعوا في البلد كده. واحنا بصراحة ما يرضناش نمشي في خراب بلدنا يعني. لا مية مية رجالة، في دي ما اقدرش اقول لكم على حاجة، كله اللي خراب مصر طبعا. طب ما تيجوا اعرفكم على مصر الأجنبية المدسوسة. خشوا يا رجالة، خشوا ما تكسفوش. استنى يا رجالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، أصلهم بيقولوا في التلفزيون إن العناصر الأجنبية دي عاملة زي المصريين بالظبط، بتتكلم زينا تمام وشكلهم شبهنا. طب طلعوا بطايقكم يا رجاله، ولا يمكن كمان تكون البطايق مزوره. عموما بصوا فيها مش هتخسروا حاجه، اعتقد التزوير مش هيخيل عليكم. ولو جدعنا ان احنا ناخد ناس ضيوف ونسلمهم وفيهم واحد مصاب، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هي كده كده الناس دي نازله التحرير بكره الصبح، الناس دي مش طايقه تقعد هنا لحظه واحده. Thank you.
يا عين امك يد تقريت يد يد تقريت عايز تودينا في 60 ده الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. معلش يا اسطى والله غصب عني. غصب عنك ايه دي انت روه دي؟ وبعدين ايه اللي دخلنا بالحته المقطوعه ده؟ انا غلطان اللي سمعت كلامك. والله شكله بيفك لوحده يا اسطى. هو ايه اللي بيفك يا اسطى؟ احنا ايه اللي جبنا في حته مقطوعه زي دي؟ ما كنا ماشيين في الورس على الطريق. انا كنت نايم يا اسطى ما خدتش بالي. اخرس يالا. حاضر يا معلم. الله يخرب بيت اللي خلفوك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بروح هات المفك الصغير كده اما اشوف الفكين دول يمكن مش واصله كهربا لل... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اي خدمه نقدر نقوم بيها يا اسطى؟ والله احنا ماشيين العربيه بطلت منا فجاه ومش عارفين نعمل ايه. طب دور كده يا كابتن. روح دور ياض روح. على اذنك يا اسطى. كنا ماشيين في امان الله، انا الغلطان، قال لي نختصر الطريق. دور تاني ياض. بس يا كابتن. اديني مفك والنبي يا اسطى. دور كده يا كابتن. انا دور ياض. حاضر يا معلم. الله ينور عليك. العربية كانت واخدة هوا يا اسطى. الله ينور عليك يا باشمهندس. روح ربنا يكرمك. اتفضل. بتعمل ايه يا اسطى؟ عيب كده؟ انا بخدم وبس. يا هندسة ده مجرد شاي، خد. يا اسطى عيب مش القصد. بقول لك ايه؟ انت طالع اسكندريه؟ احنا رايحين لحد برج العرب ان شاء الله. طب ما تاخدني في طريقك، انا بقالي 4 ساعات هنا ما حدش عايز يقف لي. ولو قعدت 4 اسابيع ما حدش هيقف لك ولا يقول لك انت بتعمل ايه؟ يا باشمهندس انت قاعد هنا في المزارع مش دريان بالبلد حصل فيها ايه؟ الدنيا قربانه. انت ما عرفتش ان في مساجين امبارح هيربوا من وادي النطرون ولا ايه؟ ان ما شفنا حد منهم ومعلمي طول ما احنا ماشيين. كان نفسي اتعامل بقى. اعمل ايه يا عم غور؟ واد عبيط من ساعه ما ادونا السلاح بقول لي يا اسطى لو شفت حد من المساجين اضرب عليه نار. ليه حق، يستاهل اكتر من كده كمان يا اسطى. اله يا رب كل المساجين اللي هربت تولع في ساعه واحده. الا يعني هو الهندسه جاي منين؟ انا اصلي شغال في المزرعه هنا يا اسطى عند واحد باشمهندس، وكنت بنزل اسكندريه يوم ويوم لا، ومن ساعة ما الدنيا ولعت وأنا مزنوق هنا. بس بيقولوا إن الجيش نزل يعني وظبط الدنيا. يا عم والله ما عارفين إذا كانت اتظبطت ولا اتنيلت ب60 نيلة. كل اللي نعرفه من ساعة ما حصلت المصيبة اللي حصلت في البلد دي والمصنع اللي إحنا شغالين فيه إدونا سلاح وقالوا لنا اتصرفوا أنتم مع نفسكم ولغوا وردية الليل. يعني إحنا نروح في 60 داهية وهم يقعدوا مستريحين. بس البشمهندس يعني شكلك ابن ناس يعني ونضيف، ايه اللي يرميك الرابعه السودا دي؟ اكل العيش بقى يا اسطى. وحد لاقي شغل في البلد دي؟ شايف يا ابن الفرمه، شايف البواد بيشتغلوا ايه؟ انت بس عمال تشتكي ليل ونهار. نزل ياد الكابينه. مش هيعمل ونهار. نزل امشي ياد ولم الزراديه دي ونزل الكابينه. اتفضل يا هندسه. اتفضل يا باشا. الله يبارك لك يا اسطى. خد يا عم ولا نقلبها ولا ايه؟ ايه بس يا اسطى في ايه؟ خد يا عم انت ضيف. الله يبارك لك متشكرين. والضيف هنا ملوش كلام. خد منه ما تكسفوش، ده خلقه ضيق. اهو خدنا اهو.
مش دي كينج ماريوت يا اسطى؟ هي خلاص هان. طب متشكرين يا اسطى، انا هنزل هنا على جنب. ايه ما تستنى نقربك شويه كمان. معلش يا اسطى، اصل الراجل اللي انا شغال عنده فيلا هنا في كينج ماريوت، فبدل يعني ما اروح وارجع له هنزل اديله المفتاح وهو يوصل لي بمعرفته. نزلني هنا اصلا متشكرين. وليه يا عم؟ اصبر شويه، ننزلك قدام اي فتحه يكون فيها توك توك ولا ميكروباص يوصلك لحد جوه. لا معلش يا اسطى، انا هتمشيها لحد هناك. متشكرين يا اسطى. يا جدع طب استنى نعدي الكمين. يا ابني لازم انزل هنا. انزل هنا. ايه انت هذا؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ اما شفت الكمين كده اتقلب كيانك يعني؟ ما تفهمنا ايه التيتا؟
اتفضل يا هندازه، دول ينفعوك طفش بيهم باب او اي شباك. اه تلاقي هنا فلل كتير قوي اصحابها مسافرين. شاكرين يا اسطى. عيب عليك ما تقولش كده، ده انت بطل كبير. مش للدرجه دي يا اسطى. ده اتنال على اللي خلفوك، اللي يدخل السجن عشان ضرب امين شرطه اتنطط عليه وشتمه بالام وعايز يعمل عليه فرده يبقى بطل، وكل السواقين تعمل له كل تقدير واحترام ونشد له فرامل اليد ونعظم له تعظيم سلام. تعظيم سلام ياض، تعظيم سلام ياض. خلاص يا اسطى كفايه احترام بقى، احنا داخلين على كمين، ولو اتمسكت هناكل احنا الثلاثه احترام لحد ما يبقى لنا صح. ان شاء الله مش هتتمسك، لان انت شاهم وابن بلد وتستاهل كل خير. شاكرين يا اسطى، ربنا يستر طريقك. خد دي دفيك. مش عارف اقول لك يا اسطى، كتر الف خيرك. مع السلامه. بقول ايه، ما تيجوا نهرب سوا، هتوحشوني والله. سلام عليكم يا اسطى.